الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير بالأرقام والأمثلة البسيطة قياس الإنتروبيا لمتغير عشوائي، هذا بعلم الإحصاء، خاصة لأحبتي طلبة الاقتصاد القياسي والإحصاء وما يسمى بالمعلوماتية. هذا موضوع مهم جدا لكم، أرجو أن يكون فيه الفائدة لكم جميعا، وعلى بركة الله نبدأ. أن تعرف الإنتروبيا في مجال الإحصاء وفيزياء الطاقة بأنها حالة ومقدار الانتقال من وضع النظام إلى وضع البعثرة. ما المقصود بذلك؟ على سبيل التوضيح، تؤدي عملية انتقال الجسم من حالة السخونة إلى حالة البرودة إلى ارتفاع مقدار الإنتروبيا، لأن الطاقة التي كانت مركزة في الجسم قد تبدلت أو تبعثرت بلغتنا العربية، وهذا ما يحدث عادة في أي نظام كهروميكانيكي، فهناك فاقد في الطاقة بسبب الشغل المبذول والاحتكاك وانخفاض كفاءة عزل النظام في تقليل الفاقد من الطاقة. أما الإنتروبيا في علم الاحتمال، وهو الذي أخاطبه في هذا المقطع، فتشير إلى ما يسمى اللا يقين في الاحتمال uncertainty and the probability، كم نحن متيقنون أو غير متيقنين من كذا وكذا من وقوع الحدث. فكلما ارتفع مقدار الإنتروبيا ارتفع مقدار عدم اليقين من وقوع الحدث. تروبيا وضعت عليها هذه العلامات كي تترسخ أو يترسخ المصطلح في أذهانكم جميعا أحبتي. دعنا ننظر في التوضيحات الصورية الآتية. هذه الآن مجموعة من الأشخاص: أحمد، نور، سالم، علي، موفق، سيف، رياض، وهكذا. وهناك هنا شخصان، أحمد وعلي، وهنا فقط أحمد. لاحظوا لي هنا، إذا قلنا ما هو احتمال أن أسحب كعينة أحمد ينسحب، يعني كعينة من هذه المجموعة، بكون يقيني 100%. هنا 50%، هنا 1 من 7، وربما يكون احتمال حدوث أنه نسحب عينة من أحمد تكون أعلى من غيره، وبالتالي هنا غير يقينية مثل هذه، مثل هذه يقينية 100%. هو 50% احتمال، هنا 1 على 7 احتمال، أو ربما يكون احتمال أن نسحب أحمد بالعينة عدة مرات أعلى من غيره لسبب أو لآخر، الله أعلم. فهنا يأتي الآن موضوع الإنتروبيا بتوضيح اللا يقين. نكمل على بركة الله. من الطبيعي أن نقول بأن أحمد اختيار أحمد بأن احتمال اختيار أحمد من المجموعة التي لا يوجد فيها إلا هو يقيني. احتمال اختيار أحمد من المجموعة التي لا يوجد فيها إلا هو يقيني، لأن حدث الاختيار أكيد فلا يضيف أي معلومة لنا. أما اختياره من بين المجموعة التي يوجد بها مع علي فهو حدث غير يقيني، لأن احتمال اختياره هو 50%. وفي المجموعة التي يوجد فيها مع 6 أشخاص آخرين فإن احتمال اختياره هو 1 على 7، وبالتالي فإن مقدار اللا يقين ارتفع. هنا كان الحدث يقيني 100%، هون 50%، هون ارتفع اللا يقين. يعرف مقدار الانتروبيا رياضياتيا للمتغير العشوائي اكس كما يلي. هذا الآن H اللي هي الانتروبي تساوي سالب مجموع من أول حدث لآخر حدث لاحتمال الحدث مضروب في اللوغاريتم للأساس 2 لاحتمال الحدث. لاحظوا، لكن يمكننا أن نستخدم اللوغاريتم الطبيعي وكما سأبين بعد قليل. هذه المجموعة، هذا الجزء من عملية الجمع، هنا جمع، لاحظوا سالب. لماذا سالب؟ لأنه احتمال أي حدث بيكون إما 1 صحيح أو أقل من 1 صحيح، ولأنه في بعض الحالات كثيرة أقل من 1 صحيح بيكون سالب، وبالتالي يجب علينا أن نجمع أرقام سالبة مع سالبة تصير موجبة بالحالة هاي، مضروب في اللوغاريتم. لوغاريتم الاحتمال بيكون عفوا موجب، لكن لوغاريتم إله مهما كان إذا كان أقل من 1 صحيح بيكون سالب، وبالتالي بنضرب بسالب حتى ننتج رقم كمية موجبة. فهون اللوغاريتم الأساس 2 لاحتمال الحدث. هذا الآن الجزء هذه بنسميه إحنا المعلومة، this is the piece of information، I information يعني لهذه هي المعلومة بسموها information. يمكن استخدام اللوغاريتم الطبيعي كما ذكرت مكان لوغ الأساس 2، هنا لوغ الأساس 2 لأن المبدأ نفسه يتحقق. دعنا نستخدم التمثيل الصوري الذي بيناه قبل قليل ونحسب مقدار الانتروبيا فقط للحالة الأولى، انتروبيا احتمال اختيار أحمد
من المجموعة التي لا يوجد فيها إلا هو. هذه المجموعة هنا طبعا المجموعة الثانية والثالثة، فالمجموعة هون هو فقط موجود هو وحده، وبالتالي لاحظوا الاحتمال ما الذي H اللي هي الانتروبيا تساوي سالب احتمال من I equal 1 ل 1 probability في اللوغاريتم ل XI له تساوي سالب 1، هنا هذا احتماله 100%، وبالتالي سالب الإشارة سالب 1 في اللوغاريتم الواحد تساوي 0 وتساوي لوغاريتم الطبيعي للواحد صحيح. أي لاحظوا اللي هو هذا تعني بأن مقدار انتروبيا الاحتمال يساوي 0، أي أن الحدث يقيني لأن الانتروبيا تساوي 0 هنا، أو لأن الحدث يقيني فإن الانتروبيا تساوي 0. نكمل عن الحالات الثانية. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية انتروبيا احتمال أحمد من المجموعة التي لا يوجد فيها إلا مع شخص آخر، هذا أحمد مع علي الآن، هذا الاحتمال H الانتروبي تساوي سالب مجموع from I equal 1 to 2 للاحتمال مضروب في اللوغاريتم الطبيعي لاحتمال أن نختار علي، عفوا أحمد، من بين أحمد وعلي، وساوي سالب نص في سالب 0.6931 زائد مرتين نعم يعني من واحد ثم اثنين، إذا النتيجة بتساوي 0.6931 أو فاصلة 69.31 وهي اللوغاريتم الطبيعي لاثنين. لاحظوا الآن بأن انتروبي الاحتمال أي مقدار انتروبي اللا يقين ارتفع من الصفر قبل قليل إلى 0.6931 أو فاصلة 69.31، أي ارتفع لأنه الآن قبل قليل كنا متيقنين، الآن لسنا متيقنين من الذي سيخرج بالعينة، أحمد أم علي. الآن الحالة الثالثة لنفترض الآن الأحداث التالية. الآن أحمد، شخص أحمد نور علي، يعني المجموعة لسبعة أشخاص، أحمد نور علي سالم موفق رياض سيف، احتمال أحمد اخترت له أن يكون هو أعلى احتمال 94%، والباقي لاحظوا لي 1% 1% 1%، إذا جمعناهم هذه الاحتمالات يجب أن يكون 100% واحد صحيح. فما هو الآن سالب اللوغاريتمك لهذه القيمة؟ هاي نسميها the information تساوي سالب log probability احتمال XI هذه القيم. لاحظوا لي عندما جمعناها الآن طبعا ضربنا نضرب probability في piece of the information أو information هنا لأنها سالب وهذه طلع سالب وبالتالي كلياتها موجب، عندما جمعناها الآن طلع 0.33447309. لاحظوا لي هنا لأنه الاحتمال كبير لأحمد 0.94، قبل قليل سحبنا عينة عشوائية من شخص من مجموعة، من مجموعة فيها شخصان، هناك شخصان في المجموعة أحمد وعلي، وقلنا ما هو احتمال أن نسحب أحمد، فكان 69 الانتروبيا هنا من بين سبع أشخاص، لكن لأنه احتماله أعظم ما يمكن وقربنا من الواحد صحيح، فالاحتمال خفض بالحالة هاي 0.334473 كذا وهكذا. هنا الآن مجموع الانتروبيا وهو الآن أقل من مقدار الانتروبيا لحدثين مثل ما يعني بيناه قبل قليل. هذا الآن عندي حجم المجتمع الإحصائي ومقدار الانتروبيا، لاحظوا كل ما ارتفع حجم المجتمع الإحصائي وخاصة إذا تنافرت أو يعني هنا لاحظوا لي متساوي في جميع الحالات إلا هذه الجمع احتمال أحمد وهو أكبر احتمال، فبكبر اليقين أو يزداد اليقين. الحدث الأخير الحالة الرابعة انتروبيا احتمال أحمد من المجموعة التي يوجد بها مع ستة أشخاص آخرين بافتراض أن الاحتمال متساوي لكل حدث، يعني الآن هذا الاحتمال للكل من واحد إلى ستة، طبعا هنا سبعة أشخاص عفوا من هنا من واحد إلى سبعة، هنا لاحظوا لي اخترنا الاحتمال لكل الأشخاص أحمد نور سالم علي موفق سيف رياض الاحتمال ذاته، فلوغاريتم الاحتمال لاحظوا لي متساوي عندما ضربنا هاي اللي هي هاي الانفورميشن ضربناها بالاحتمال انفورميشن بالاحتمال وجدنا بأن المجموعة 1.9459 تقريبا 1.95 تقريبا. لاحظوا لي الآن بأن الاحتمال ارتفع، هذه النتيجة الآن بدون احتمال نستنتج يصل مقدار الانتروبيا هذه إلى أعظم ما يمكن إذا تشابهت الاحتمالات. قبل قليل ضربنا مثال أحمد وعلي وكان الاحتمال 0.69 اللي هو عفوا الانتروبيا، هون الآن من سبعة أشخاص الاحتمالات متشابهة وبالتالي الانتروبيا ارتفعت، وكلما الآن تشابهت الاحتمالات
زاد الانتروبيا، وبالتالي بمعنى آخر زاد اللايقين بمعرفة وقوع الحدث أو من عدم وقوعه. أكون بذا قد انتهيت من هذا المقطع المهم لأحبتي طلبات الاقتصاد القياسي والإحصاء، راجيا أن أكون قدمت لكم الفائدة، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.